اش كديري يا لطيفه؟ سنسنس الريح وديري بلا غسيل. عند حشومه ضروري ما نغسلوه؟ ضروري فكره. شكون علمكم الغسيل؟ عزيز العبدي. الله يا ودي الله. ضروري ما يتنقاو الحاجه. شوفوا راه الله فوق منا شاهد، راه ضروري ضروري راه فين ما كنا كاين الماء. علاش نظافه نقو نحيدو من داك الزبل ديالو ونغسلو جوج غسلات ولا ثلاثه على حسب التراب اللي فيه ونصفوه في شبكه ونطحنوه صافي. هنا دابا بالنسبه للعطريه كي قلت لكم السكنجبير تقريبا الرابعه قل شي حاجه ماشي عاشقه ولا شنعيايه ديال الحطان وقدها ديال الخرقوم بلدي، جعواشق ديال البزار، هنا ضامه ديال الزعفران، الخرقوم باكيه ملون ضروري في المناسبات في حياتكم اليوميه ما ديروش، كيقولوا راه ماده مسرطنه وهذه ولكن انا ما بالي حتى شي واحد سرطنه. المهم هانتوما شويه در الهريسه درتو وهنايا شويه ديال السمن وبسيبي سوقع قلنا راه نعطيها المالين الدار باش يطحنوا ليا هي والثومه ان شاء الله وغادي نضيفها والربيع راه يتسقطر وغادي نطحنوا حتى هويا وهانتوما معنا. هنا صافي هانتوما كيف ما كتشاهدوا راني درت نقيت الحامض، هانتوما الحامض البلدي جناه من الشجره هو والحامض المصير والربيع والثومه صافي السكنجبير العطريه. هنا باش غادي نديروا الماء ونبداو نشرملوا في الدجاج ان شاء الله. هنا كيف ما كتشاهدوا دابا هانتوما لاصوص، حنا شرملنا الدجاج ديالنا درناه في الطناجر فرقنا عليهم ان شاء الله. دابا باش غادي نزندوا الفاخر وردوهم يطيبوا وما تبقى من هاد لاصوص غنفرغوه على الطناجر بجوج. هنا صافي ستفنا الفرينات كيف ما كتشاهدوا، درت فيهم الكاغط والزيت صافي باش يزند. هانتوما كنبني عليه بحال هكا بهذا الشكل. هنا باش تجينا الخدمه نقيه باش ملي نبغي ندير اللاطات يعني اللاطات ما يتحطوش ليا في التراب وتكون راه سيقنا لطيفه سيقت هاد البلاصه. وانتوما معنا هنا دابا كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله هانتوما حنا حطينا اللحم. شوفوا الطروفه قداش ان شاء الله مازال عندنا 60 كيلو ديال اللحم اللي كاينه، راه باقي اللحم غنديرو في جوج طناجر. الملج هو هذا هانتوما البنات كتقولوا لي احسن بلاصه، راه هانتوما هذا الملج هذا ملج هذا كتف اللحم ديال الكتف كيف ما كتشاهدوا هانتوما، وهادو دوك الخلالات هما ديال الضلعه دوك الريشه ديال الظهر. هنا كيكون هذاك اللحمه ديال الظهر هي هذه، هذه غنقطعوها مثلا على جوج ونخليوها هنا. هانتوما كيف ما كتشاهدوا الحيمات ها هي، وهذه العنقره هذا اللحم ديال العنقره، ده اللحم الزين كيجي في النصيب هانتوما. وتبعونا ان شاء الله تنساليو. ايوا باكم العبدي ها هو لطيفتو كنديرو في غدانا، خدينا واحد شويه ديال اللحم اللطيفه وغادي نديرو بالسلاوي. غادي خديت شويه الحيمات قزبر معدنوس واحد جكركيبات ديال المطيشه دريسات ديال الثومه شويه البزار سكنجبير خرقوم بلدي واحد شويه المرزيه ديال اللحم والبزار كيف ما كتشاهدوا والقزبر والمعدنوس ان شاء الله، ونخليه يتشحر وعاد نرمي عليه ان شاء الله السلاوي. هنا دابا نقلبوا الحيمات ديالنا. تما باكم العبدي راه في الطبيعه كيطيب اليوم والله الا في الطبيعه قالك دخل الكوزينه اودي انا قاعد على شي كوزينه عزمت انا ولطيفه قاتلانه الصباح ركبنا جابنا داكسي جاتني الدوسه. تحيه لسي عادل سعاديل 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 الرود جمعة صحين ولاد بو صالح الرود تاسفي لا غابي تسنى ولا حضر يدنا الهتهوت صديقنا تا هو الله يعطيه صحيحته ويصلح لوليداتو. خلو الطاجين يغني. هنا هانتوما باكم العبدي هانتوما ها هي البحيره. شوفوا السلاوي ها السلاويه من غنجيبها هانتوما ها هي السلاويه باقا بكل مالها. شوفوا كيفاش دايره هنا. تعالي بنيتي تعالي تعالي ندير بك الغدانه لطيفه ها هي هانتوما سلاويه باقا بيو. السلاويات الاخرين ها مايا سلاوي منور كيف ما كتشاهدوا هو داير سلويات هنايا. وانا خديت هذيك
شوفوا هنايا تبارك الله وصل عنبي. ايوا هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا. دابا بعد ما درت ليه شحرته مزيان، قليتو، زويته بلديه، والعطريه اللي عطيتكم البزار، سكنجبير، الخرقوم، شويه الملح، سميتو، شويه المروزيه. دابا درت فيه السلاوي كيف ما كتشاهدوا، وهنا رشيت واحد رشيشه ديال الملح مع شويه الزيتون مع شويه الحامض باش ديك السلاوي ما يجينيش باسل. بغيتو تزيدوا واحد شويه البزار زيدوا، انا ما بغيتش البزار باش ما يجينيش حار. المهم هو درت فيه واحد شويه ديال الملح، زدتو فيه من الفوق، والزيتون، وصافي غادي نسد عليه باش يطيب. هذا غدا ديال لطيفه، مرحبا بك لطيفه. الله يبارك في زاويه سيدي اسماعيل. هنا البصله البيضاء كيف ما كتشاهدوها انتوما كتجي زوينه، كنقوها وكنشلضوها شنايف. هنا كيف ما كتشاهدوا صافي، هنا دابا سلقت هذوك القناصي انا باش غادي نصفيهم. وهنا بالنسبه للدجاج احنا رديناه يطيب، ها هو فوق الفرينات. الطريقه راكم عرفتوها. دابا بعد ما غادي تنفخ شويه كنخرق بالقصيب وكندير ليه زيت الزيتون والقليل من الزيت النباتي، ولا الزيت النباتي حتى الاخر على حسب. صافي وكنخليه يطيب. هنا ان شاء الله باش غادي ندوز نزند الفرينات ديال الفاخر ونرد اللحم. اللحم انا فرقته على جوج طناجر. هنا هانتوما كيف ما كتشاهدوا، دابا بعد ما كتغلى الطنجره مزيان، شوف راه كنخرج الدجاج كله بحالكم بهذه الطريقه. انا نسيت ما صورتش هذه اللقطه، انت قالت لي على لطيف. انا صافي ضغط من السفر للخدمه كنتعذب شويه، ولكن ماشي مشكل. هنا مزيان هانتوما كنخرجوا. هنا شنو كندير؟ كناخذ المغرف بحال هكايا وكنبدا نسقي فيه الدجاج. علاش؟ باش كنغسل ديك العطريه ديالتو كامله اللي كتكون في الظهر، ها اللي كنخوي عليه من الفوق اللي كتبقى، حتى انا كنعطيه المراق فاش يطيب. وباقيين عندي شي طيور مازال ملي غيطيب الدجاج غادي نرميهم، ما بغيتش ندير لهم طنجره. الدجاج غليت شويه ولكن زوين، ما بغيتش ندير لهم طنجره غيبقاو يلعبوا. يعني الدجاج انا عزيز عليا الدجاج يبقى مجموع. هانتوما صافي، دابا هادي نردو هنا. هانتوما باكم العبديه، هانتوما الدجاج غاسلين والعيالات مزيان تبارك الله عليهم. دوكا لقات حاره الله يرضي عليهم. صافي هنا غادي ندير زيت الزيتون وشويه زيت نباتي ونبسم عليه الطنجره ونخليه يغني الشاليني. وطويجين باكم العبدي هانتوما، ها طويجين باكم العبدي. ها هنا دابا بسم الله على بركه الله اللحم درت ليه العطريه كيف ما كتشاهدوا، باش غادي نشرملو العطريه. انا شاركتها معكم في فيديوهات عديده من قبل، هانت بحال هكايا. صافي كنبدا نشرمل فيه الزبده والسمن، القرفه، ورقه سيدنا موسى، المرزيه ديال اللحم، الضامات ديال الزعفران، درت واحد شويه ديال الزعفران اللي خديت في اللحم، وباقي عندي شي حاجه غادي نزيدها في الدجاج ملي قرب يطيب ضروري. البزار، سكنجبير، وبالنسبه للربيع كان غنديروا غير قبطه، غادي نقبطوا هانتوما. ها هو هي واحد طريفه ديال الحامض، ها طريفه ديال الحامض بلدي، غسلته ونقيت منه دوك النواس وقطعته هو بجلوف ديالو. بغيت تعصرو عصرو، انا لحتو هكاك كيعطي واحد النكهه اللي هي زوينه. ثوما راني ما درتش اليوم، درت ورقه سيدنا موسى في اللحم. ورقه سيدنا موسى على فكره راه كتمشي في العطريه ديال المروزيه، المروزيه راه كتمشي فيها. الله ظهري 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 مش كنبقى قاد. المهم تي على الطناجر ديال النحاس خاصهم راجل موت. انا على طياب ولطيف قالت الفنان ملي نقول ملي نطيحوا في شي نمشوا، كنا نمشوا لشي بلاصه وما ندوش ما عندنا. ملي نقول لها تعالي الفنان عاوني نهزي معايا، تقول يلاه يا خي يلاه دير خاصها راجل.
ثقال بزاف. ودابا راه كيقولوا لي ماك ما ديرش عزيز طناجر ديال النحاس في اليوتيوب الكومنت، وراه ثقال بنيات عزيز، راه ما بقاش عندي جهد، راني مفصل من السلسول ديال الظهر، والله العظيم الا اليوم خدام بزز، اقسم بالله العلي العظيم الا خدام بزز. انا حيت كنخدم ب كنخدم ب سميتو ب باللامينيوم على حساب انني عندي التنقلات بزاف وخفيف، كنتعاون فيه انا والعيالات ونهز بوحدي بعدا ماشي بحال. وهادي راه المهم ترى خاصة طالب معاش، وهادي يكون خدام على الهزام، ما يطيب ما ينصب. انتم اللحم والله الا مخير ديال الكتف صافي. طروف شوفوا تبارك الله كي دايرين، كنستفهم بحال هوك. اللحم كيبغي يطيب متيسح باش ملي نجو نحطوه ما يتفرتكش لينا وما يتنصلش منه داك العظم. المعلومات اللي عرفناها ليهم كنوريهم ليكم، والله يحفظكم والله يضمنكم والله يرضي عليكم. والبنات اللي كيقول لي تكون في الطيفة وتكون في الجدوى ولادكم مراد ورجالتكم مراد ووليداتكم باغيين ينجحوا، الله يحفظ لكم وليداتكم وبنياتكم وليدات المسلمين وبنيات المسلمين، ويعطيكم شي خبزه ما شافوا عينين ما خبزوا يدين، واللي مريض الله يشافيه ويفاجئ عليه، وشي كومونتيرات شي اخوات تبارك الله وصل على النبي مساكن تا هما يقولوا لي با العبد دعا معنا دعا معنا، راه كلشي كنقيدوا بنياتي وكلشي كنقراه، راه ما كاينش شي كومونتير قد سلبي قد ايجابي، قسما بالله راه كنقرا وبعد الاسئله راه كنجاوب عليهم في الكومونتيرات. الا رجعتوا ليهم بعد الاسئله شي اخوات كيسولوني مثلا كيكون شي سؤال في محله كنجاوب عليه كنرد عليكم الاجابه، انا راه ما غنبخل عليكم حتى شي حاجه. حتى نتوما ما تبخلوش عليا بالمشاهده وبالبارطاج، بارطاجيوني حتى اللي ما تفرج فيا بعدا يدي فيا على الاجر راه بارطاجاني، سمعتوني بنيات العبدي، البارطاج راه زين كيجدد القناه كيحييها، حتى اللي طلعنا ليه فراسو هاد المره يدخلونا جداد. مليتونا مثلا بالكم شي محتوى اخر زوين سيروا الله يسهل عليكم عطا الله تعاونوا مع الناس، الله يجعل لكم في ميزان حسناتكم، ويدخلوا عندنا حتى حنا جداد ثاني تيملونا ثاني ويزيدوا لبلاصه اخرى، راه ديال الدنيا. المهم سي ظهريه لطيفه صافي، وكنبقى غادي على الطريقه ثاني بحال كايا كيف ما شرملت هذا وستفتو كيف غنشرمل ثاني هذا ان شاء الله هانتوما، وغادي نستفتو الملون ما فيها باس الا درتوه في المناسبات ما فيها باس، مره بدا ما دات ما جابت، وفي ديورنا والله ما كنصب بينا، وهذاك التحمير راه شريتها كاع من المعرض ديك النيوره، والله الا شريتها هي شريت التحميره وشريت النيوره من المعرض اللي كان عندنا فيها سي ديال الكعكع ديال الكبار ديال الكعكع، ما مشيتش ليه ما ساليتش ما نكذب عليكم مرت. ها انتم البنيات شوفوا اللحمه عاد باكم العبديه، شوف انتم انا غيعذبني سي ضربي صافي. ها انتم معنا هو الطويجين ديال باكم العبدي وديال لطيفه، ها هو طاب لطيفه كيجاك الطاجي زين السلاوي ديال البحيره والله العظيم، ها انتم السلاوي ديال البحيره طابع البخ. انا راه نسيت راه لطيفه اللي قالت لي حتى شتك ما بقيتي كتعوض، حتى والله العظيم حتى راه طلع لي التصوير في راسي نسى بنادم الله يكون في العون وصافي شنو يدير دارنا. هو المهم مرحبا بكم وقبلوا علينا، وها طاجين باكم العبدي وخيركم في ديوركم، ومرحبا بالجميع ناكلوا على السلاوي ديال الجرده. اش غادي ندير هنا كيف ما كتشاهدوا هانتوما ان شاء الله اللحم دابا هو بعد ما درت ليه العطريه حطيته فوق الفاخر، ها هو سيتشحر سينقلب فيه، درت فيه البصله، البصله هانتوما راه كنقطعها دائما كنقول لكم كنقطعها غير طروفه وكنحطها، لان ملي كتطيب كتذوب هاد البيضه ومنها ما تسخنش ليا الطناجر باش ملي نجي نسخن ولا شي حاجه مثلا تعطل الماكله وقت الماكله ما تحرقش ليا. صافي هانتوما قلبتوه نخليه واحد شويه نعاود ليه التقليبه ديالته صافي، نعطيه المرق الكافي ونخليه. والله يا سي ضرب الله ولطيف يا كون صحابكم جيت معايا عشي واحد ظهري ده على الطناجر والله العظيم. الدجاج جاي لطيف، انا كنقلب الدجاج عا ما نسدرو، الدجاج جاي هانتوما ديما الطناجر هاهما مبسمينه
واللحم لا، اللحم كنرقل عليها. صافي هنا هانتوما انا درت اللوز، دابا باش غادي نفسخو ان شاء الله ونقليه، راه عندي في القناص. وهنا كنتمنى ان الفيديوهات اللي كنسبق لك نقدم لكم ولا نسبق لكم ينالوا اعجابكم ويرضوكم. واحد الاخوات طلبوا مني انني ندعى معهم وسط الطيفه بان الحال ديالهم يتقاد وولادهم ينجحوا، واللي عندهم المريض الله يفاجئها عليه، والله يفتح لكم بن الرزق، والله يفتح لكم طريق في الضيق، والله يجعلكم كل ورده بالجبال ما سكر ما تدبال، والله يحفظكم ما تحفظ اللسان بين سنان، نهار الخير تصابوا غايبين كاملين. واللي عنده شي غرض وناويه الله يقضيه ليه. وواحد السيده كانت طلبتني ما عقلتش بالضبط الاسم ديالها، ولكن عقلت على طلبتني قالت لي ابو العبدي انا مزاوقه فك الى ما دعا معايا نطلع الوريقات باش انها تجمع مع بنيتها. الله يجمع شملكم بنيتي ويجمع وليدات المسلمين كاملين. واحد السيده اخرى حتى هي قالت لي العبدي دعا لي مع ولدي يطلعوا لي الوريقات، راه شي سنين هادي ما جاش مسكين. الله يجيب لك على خير، والله يجعل ربي يحنن عليه قلوب مؤمنين. الكبده ديال الام راه ما كاينش ما صعب منها، والكبده كون كانت عند واحد يضحكوا عليه عند الناس. الحمد لله راه الكبده مفرقه عندك وعند الاخر وعند الاخر وعند الاخر، واللهم لك الحمد. الله يفاجئ لكم دنيا واخره، الله يجعل ربي يسر لكم كاملين. وانا راني كنجذب وسط الطيفه وسط الكوانن، وراني شريف مخنصر بجاه الله ورضات الوالدين اللي نواشي غراد الله يقضيه ليه. وراني في رجال دكاله دوار اولاد محيه زاويه سيدي اسماعيل، زاويه سيدي اسماعيل، راني في تراب غير ترابي وكندعى معكم كاملين، مرحبا بكم. هنا دابا ان شاء الله راكم عارفين لطيفه هي والقهوه. طلبت على وعدي ومكتوبي، طلبت السكر وطلبت الفناجين ها انتوما وشي زواق، ودرت لها درت هاد الكافاتيره ديال القهوه هي مهمتي يا لطيفه. بغيت نوريهم الما فين يدار، ها كلشي يعرف ها انتوما راه كيدار في هاد القنبوره هنايا، وبعدي فيض راه كيفيض من هنا. انا غنسدها دركا وغادي نردها ان شاء الله معصره، معصره قهوه المعصره، وهي راه سيره راه خدامه سيره تقطع، قالت هي دير لي القهوه.